مزاجك. اول حاجه انت جربتي سكاي دايفنج قبل كده مرتين وجايه النهارده تجربيه لثالث مره. اه قولي لي بقى انت ما بتخافيش خالص كده؟ لا اكيد في لحظه بيبقى فيها خوف. اللي انا فاكره كان اول ما الطياره بتفتح هي دي اكتر لحظه بتبقى مرعبه. طب قولي لي ايه اكتر حاجه بتخافي منها؟ كنت بخاف من الحاجات العاليه قوي وعشان كده قررت اعمل سكاي دايفنج اصلا اول مره. طيب بما انك بتقولي ان قلبك جامد ومش بتخافي قلتي كده بكده دينا مذاكره كويس ما تهزريش. اوكي لازم عشان نبدا مغامرتنا النهارده تاخدي تاشيره المغامر. اه ايه التاشيره دي بقى؟ ما هسالك شويه اسئله عشان نشوف انت قد خطوه تاشيره المغامر ولا لا. قدها ان شاء الله. اوكي مبدئيا قرار الجواز او الارتباط بتعتبريه مغامره ولا لا؟ لا ده اسمه نصيب. اسمه نصيب. طيب بما ان مغامره النهارده فيها طيران قولي لي لو انت بقيتي سوبر هيرو بتطيري هيبقى اسمك ايه؟ سوبر دينا. سوبر دينا؟ اه مش سوبر دوندون مثلا؟ اكتر دلع بتحبيه ايه ليكي طيب؟ دوندون. دوندون؟ اه سوبر دوندون يعني؟ لا سوبر دينا. سوبر دينا اوكي. اتدلع عليه وانا رايحه اهزر رايحه انط من الطياره. اوكي في اغنيه معلقه معاكي بتشوفيها كده على التايم لاين كتير وانت على الانستغرام ايه بقى؟ اغنيه ويجز البخت. بجد والله؟ اه بحبها قوي. انا بص حطها على ريبيت عشان احفظها. انا انت حفظتها ازاي ويجز؟ بجد هي صعبه قوي بس حلوه قوي. في حته بحبها قوي اللي هي والله وقعت بفكر فيك كتير بالي عليك مشغول وانا بتصعب عليا حالي وانا بكتب لك كلام معسول بعيد عن عيني وعيني مع غيري ومش مبسوط ده انا ضيع عمري يا عمري واحبك حب مش مشهور. احنا كده خلصنا اسئله. خلصنا. انت خلصت على مستقبلي خالص. صغرتي وغني ونطي من الطياره في أي. لا لسه بقى لسه دلوقتي عندنا هنروح عشان نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامره بفي ار تيست وهنشوف ايه اللي هيحصل. احلف اللي بلبسها. انا عايزه واحده عشان انا بحبها جدا. قولي لي جايبينها منين؟ بجد نفسي في واحده قوي. اوكي يلا بينا. يلا استنى. لا ايه ده ايه ده؟ دي ايد مين ولا انا ولا ايه ده؟ الله بس انا عايزه ابقى اسرع من كده. لا على فكرة أنا شاطرة. وفي جبال وحاجات. يا نهار أسود. حسب حسب دي كانت حلوة أوي. يا لهوي يا لهوي دي صعبة دي. دلوقتي يا دينا احنا خلصنا اسئله وخلصنا كل حاجه اوكي وانتي 7.9 من عشره مغامره. ليه بقى 7؟ وديت فين ال 2.5 دول؟ لسه هنشوفهم فوق بقى ان شاء الله. ماشي. اوكي ودلوقتي ده هيديكي لقب مغامره مش سهله خالص. فانتي دلوقتي جاهزه لتاشيره المغامر فهتاخدي باسبورك وهتسلمها لهم هناك. تمام ده اول حاجه. ماشي. اوكي قبل ما نمشي بس عاوزينك تسجلي فويس نوت والفويس نوت دي مش هنسمعها غير اما تنزلي هناك. انتوا مش هتسمعوها دلوقتي. انا مش هسمع. انت هم انت هتعمليها. طيب انا طالعه. عايز اعرف منك مين كان نفسك يكون معاكي دلوقتي يعيش معاكي مغامره؟ بص اتنين من صحابي واحده رانيا كانت هتموت وتعملها ومتضايقه جدا ان انا سافرت من غيرها ومنى صاحبتي من ايام المدرسه دايما كنا بنعمل حاجات مجنونه مع بعض. يعني كل مصايبنا انا وهي. لا طب ممكن بقى تكلمينا منها عشان عايز اعرف حاجه بس منها عشان المصايب والمغامرات دي بالنسبه لنا كارثه. عايز دلوقتي تدخلي منها فيديو كول معانا عشان نعيش المغامره وتقولي لها بقى ايه اللي بيحصل دلوقتي عشان معانا في مغامره. منها انا هعمل سكاي دايفنج. سكاي دايفنج؟ اه هو انت فين؟ سانت كاترين. طب انت في مصر ولا مش في مصر؟ ما انا بقى الذ حاجه ان انا هعملها في مصر. يعني انت عارفه عملتها في اسبانيا واكسايتد قوي ان انا اعملها هنا. منا لو جرى لي حاجه منك اهلي امانه في الارض. خليكي معاكي عشان لو حصل حاجه. طب يا منونه كان نفسي تبقي معايا. وانا كمان والله بس لو كنت موجوده كنت جيت اكيد. طمنيني طمنيني عليكي. هكلمك اول ما انزل ان شاء الله. طمنيني كده. ماشي هدعي لك من فوق. ادعي لي والنبي. ماشي. اي لاف يو. لا اله الا الله.